هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل تمام يا احلى ناس حبايبي الكرام. جبت لكم مقطع جديد يا اساطير. طبعا شباب، مثل ما انتم شايفين شباب الفتره الاخيره، انا شاب يعني ما عم بوقف من اليوتيوب. شباب عندي هدف شباب انه نوصل لل 200 الف مشترك شباب بنهايه رمضان. ليك شباب عم بحاول انزل بشكل يومي 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 فيديوهات وكل شيء باي وقت شباب. اوكي يا اساطير، بنفس الوقت شباب نحن الان بشهر رمضان مبارك. رمضان مبارك على الجميع، وبتعرفوا يعني كلنا تقريبا سهرانين وهيك وقت السحور وكل شيء. ليك شباب يعني اي وقت رح تشوفوا فيديو. اوكي شباب، خلينا نطلع على الفيديو مباشره. شباب قام بشهر مقطع شباب، خلينا نوصل 25 الف لايك شباب. نقدر نوصل ولا لا حبايبي؟ كم نزل من شوي حدث اسطوري شباب، اللي هو السكنر النادر والقديم وال يعني من اجمل السكنات شباب. فهمتوا علي؟ يعني هذول السكنات شباب نفس السكنات اللي في من نفس موديل السكن اللي هو باللون الازرق والابيض. اكيد عرفتوا شو اقصد حبايبي الكرام. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين شباب، للحصول على هذا الحدث لازم نشيل شيئين من الصناديق. مثلا نختار شيئين. اوكي يا اساطير، بس انا راح اختار هذول حبايبي. اوكي، وراح تعرفوا شو دائما بختار، راح نختار من على اليسار. خلينا نختار هذول. شو هاي؟ هذول عندي اياهم. هذا يعني بدنا اشياء يعني ما يلزمونا اللي عندنا اياهم. هذا ما عندي اياه. اوكي هذا عندي اياه. لا اوكي هذا عندي اياه. أو لا الاسلحه، رح نشيل الاسلحه شباب. خلينا نشيل الاسلحه، رح نشيل الاسلحه شباب لانه عندي اياهم من زمان. اوكي يا اساطير، طبعا شباب رح نحاول نحصل على هذا السكين وندخل نجربه حبايبي. اوكي رح ندخل نجربه ونحاول نلعب جيم، نلعب جيم او ندخل نجربه بالتدريب. اوكي يا اساطير، نشوف كيف اللعبه وكيف شكله باللعب. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين شباب، اول لفه بتسعه. اوكي او نو شيت، ما عندي جواهر. ثواني يا حبيبي، نشحن جواهر يا اساطير. خلينا نشحن جواهر حبايبي. طبعا هذا الاحداث شباب يعني انت وحظك، يعني اغلب هيك احداث يعني بكلفوا تقريبا 2500 جوهر. ليك شباب رح نشحن جواهر. اوكي يا اساطير، 7 5 8 لا تاخذوني، 5 1 10 ليتس جو. وصلوا الجواهر حبايبي، لوز اللوز. اوكي شباب صار معنا 2200 جوهره. اوكي حبايبي شحنت 2200، والان حان وقت الضرب. اوكي يا اساطير، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي لوز، نجي لهون. اوكي يلا شباب، اول لفه شباب، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ليتس جو. ويل ويل ويل، شو رايك يطلع لنا اول ضربه شباب؟ شباب فكرت راح يطلع لي اول لفه، يعني حلمي يطلع لي حدث من اول لفه، بس للاسف شديد يعني ما بعرف، حظي دائما بيلد. يلا نضرب كمان ضربه، ليتس جو، لا تسكرني، ليتس جو. اوكي بيض 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 بيض. طبعا شباب يعني ما بعرف شباب، اذا عندكم شيء خطه، عندكم شيء حدث، دائما بقول عندكم شيء شباب، شيء يعني ما بعرف شباب، عندكم شيء طريقه شباب نحن نحاول نحصل على شيء سكن من قبل اخر لفات، اكتبوا لنا بالتعليقات الله يخليكم يا اساطير. ليتس جو، يلا نضرب اللفه. العجله المشوط من العجله، المنقاء ودي شي شيت. شو الاسم هذا؟ البيض. اوكي حظ بيض، حظ بيض بعرف. يلا كثير منكم بيقولوا لي عليكم جرب حط شخصية ادم بريميس بريميس. كثير منكم بيقولوا عليكم جرب حط شخصية ادم، ممكن يعني مرات بيمشي الحال. راح نشوف، راح نجرب هل يا ترى هالكلام صح او لا. يلا ليتس جو، رفت 100 ونشوف الاساطير. ابلع. والله شباب اللي عم يقول لي هالكلام شباب عن جد انا ما اعرف شو بداخلكم، يعني يمكن ما يمشي الحال معي، ما يمشي الحال معي شباب للاسف الشديد، يعني ما يمشي الحال معي. اوكي يلا اخيرا نشيل هذول على اليمين، نحصل عليهم حبايبي. ليتس جو. اوكي الان شباب باقي واحد اثنين ثلاثة أربعة لفات. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي بوسي روح. ما زبطت البوسي، ما زبطت البوسي يا زلمة. يلا خلينا نضرب كمان لفة. يلا ان شاء الله هي وبعدين حبايبي وبعدين، يعني ليش هيك الحظ دائما بيض؟ ليش هيك؟ يعني دائما حاسس انه راح تبقى للاخير يا شباب. اخر لفة شباب ادعوا لي. يلا بسم الله. ولا مرة شباب، مرة واحدة صارت بحياتي انه حصلت على سكين من اخر لفة، قبل اخر لفة. هاي جبنا السكين. اوكي هيك حصلنا على السكين حبايبنا الكرام، ونرجع نحط الشخصية، نلعب حط شخصية. هذا بعيد من المنزل، افطر.
ونروح نشوف السكين شباب. كثير منكم شاب طلب مني انه اجرب الشخصيه مباشره لما احصل على اي سكين اجرب ادخل عليه مباشره ادخل جيم يعني. لايك شباب رح ندخل جيم سولو سريع شوفوا كيفه باللعب. اوكي نعمل جيم خمس جيم بعده شباب بس اموت اطلع منه خلاص. لا شوف حظي للقتال كن الاسطوره. انضم الى القتال كن الاسطوره. يس انضم الى القتال كن الاسطوره. اوكي حلو يلا يا شباب انضم الى القتال. وين الناس؟ الأسطورة. وين الحلوين؟ ليش هيك عم يطول؟ يلا يا زلمة دخلنا الجيم بدنا نجرب السكين؟ انضم الى الصراحة القتال كن الأسطورة. اتمنيت من هذا السكين بس يا زلمة خلينا نحكي كلمة. اتمنيت من هذا السكين حبيبي انه هالسكينات ما يكونوا كاملات هيك يكونوا لحالهم كل سكين لحاله فهمتوا علي كيف؟ بس يلا ندخل الجيم السولو شباب ونشوف الوضع شوف حظنا بهالجيم شباب رح نجيب بوي ولا لا. Let's go. هلا هلا بالشباب هلا بالحلوين هلا هلا اوه واحد جابه مثلي هلا 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 تسحبي كفو 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 واحد حصل عليه لوز اسطوره اسطوره مبروك عليك معلم مبروك عليك لوز اللوز لوز اللوز يلا شباب خلينا نشوف وين الناس بس والله شباب يعني سكين حلو صراحة سكين خفيف يعني حتى اللون الازرق مع القبضه طالع كثير شيء حلو شيء كثير اسطوري كمان صراحة يعني هذول شو عم بيعملوا هذول؟ شو عم بيعملوا هذول؟ ولي خرب بيت سنتك منك عم بيعطوا قلوب لبعضهم. شو عم بيعملوا هذول؟ يلا ليتس جو. بتعرفوا شو شباب؟ مو راح ننزل. خلينا ننزل هون تحت على اليسار شباب. اكيد في ناس راح تنزل هون. ندخل هون شباب على الروح. بس لا شباب انا اسطوره شباب. راح انزل بنص البيك. برازيل. ندخل نص البرازيل شباب. ليتس جو. وين وينهم 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 هذول؟ لا شوف شباب رح اجيب كم كيلو برايكم؟ يلا طبعا شباب شايف انه ما عندي نسر اوكي انا حاسس انه رح اموت شباب يعني يعني يا شباب ما رح اطول بهالجيم اوكي رح نجرب حظنا ونشوف نجلد البرازيل ونطلع او انا شايف انه رح اموت بس رح اطول بهالكم يلا ليتس جو وين الناس؟ وينهم؟ اوكي اوكي وين بدي اروح؟ بتعرف شو رح انزل لتحت؟ انزل هون 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 ان شاء الله ان شاء الله اكون عايش ان شاء الله يكون عايش ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الحق اخذ شي سلاح ويلي ضيعته والله يا اخي دمجت دمجت اثنين دمجين شوف ورا هون ده يمكن انا عم بضربه وين بدي اروح يا اخي والله ما اعرف وين بدي اروح يا اخي حاسس حالي محاصر بكل الجهات هي واحد من فوق دمجته هنا ندخل لهون حاسس حالي احنا خلينا نطلع لفوق ونشوفهم تو كيل لوز عليكم يشغل كريستيانو انقذني كريستيانو حاسس حالي رح نغدر من ورا شو رايكم؟ تعالوا تعال 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 سنتر هات السنايبر معلم يلا شباب جيم جيم وصول دبل سنايبر هاي سوف اجيب الباقي ام لا شباب هذا السكين علي مين هو؟
ابلع 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 مع عمك عليك ابلع ابلع ولا ابلع ولا تعالوا هون تعالوا يا نبات. اوكي شباب هل سوف احصل على البويا؟ طبعا شباب هاي اليوم ما لعبت شباب اليوم ما كنت فتح بس في واحد هون سمعت يلا وينهم وينهم شباب ابلع 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 حبيبي ابلع 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 يا جميل ابلع والله شباب يلا شباب مع شباب راح ابقى التسجيل واق شغال شباب بدون ما اوقف التسجيل شباب بدون جيم جيم عادي نكمل الجيم عادي شباب خلي يطول الفيديو 20 دقيقه ما يهم طول اللي يطول شباب لحتى نشوف شباب طبعا شباب اللعب الصراحه بالسكين شيء اسطوري اوكي هي في واحده امامي لوز تعال 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 معلم تعال ليكو 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 ها ها بضرب فيه ها ابلع كيف واحد شايل السيارة شباب واحد كان عنده السيارة شباب واحد كان عنده السيارة يا اساطير سمعت صوت سيارة بشي مكان وينهم وين ها واحد فوق عم يطلع لفوق عم يطلع لفوق عم يطلع لفوق ضربته هيك ضربته انه مشان يطلع هي اجى اجى صار هون صار الله معك حبيبي الله معك يا جميل هي صار 6 كيل شباب لوز اللوز لوز اللوز لوز اللوز يا اساطير وين هون اساطير البرازيل هي واحد هون ابلع ابلع 7 كيل ابلع ابلع هي في واحد فوق هي واحد بالبيت فوق شباب عم بيضربوا عم بيضربوا عجب قتلوا واحد من ورا شكله من ورا هذا من خلف من خلف خليك 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 ابلع حبيبي ابلع 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 8 كيل شباب البرازيل شباب 8 كيل البرازيل يو الله جاب اسطوري شباب يا سلام يا سلام سلام حبيبي في عنده هذا ما عنده طلق سنايبر ما في خلينا نشوف هذول اللي فوق يلا ليتس جو يا سلام عليك يا سلام شباب راح نكمل جيم ان شاء الله شباب راح اخلي الجيم شغاله اوكي حبايبي لحتى نشوف يعني لحتى نشوف راح نبقى عايشين ولا لا راح نشوف راح احصل على البوي ام لا اوكي يا ساتير حلو طلقات هون يا شباب لوز اللوز عندنا هون طلقات طلقات سنايبر تمام يلا ليتس جو ما في حدا هون طبعا شباب الصراحه كثير مرتاح للسكين عن جد شيء اسطوري اوكي شباب كثير منكم عم يطلب مني عليكم بدنا لقطات جلد تتنوع شوي اوكي شباب مو بس حرق عم نلعب جيم بلاي شباب جيم بلاي كامل شباب اليوم راح شباب نحاول مثل ما طلبتوا انه نلعب جيم بلاي كامل شباب وكلش لوز طبعا شباب باقي 18 واحد لا 14 واحد شباب باقي هل يا ترى وينهم؟ 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 طبعا شباب السكين كثير مرتاح له الصراحة يعني عن جد السكين هذا معروف كثير يعني السكين من نادر سكينات نادرة مرة من زمان نزل ونزل بأكواد ولا ما أعرف شو شباب أوكي؟ طبعا حبايبي اليوم نحن عم نلعب يعني بدي إياكم تعطوني أفكار جديدة شباب شو تحبوا نعمل شباب؟ وين الناس؟ يا أخي وينكم يا أخي؟ نضرب هون على هون نضرب هون نشوف وين ندمن الاساطير نحاول شباب احاول اجيب يعني تقريبا رجب نقدر استطيع اجيب الكلات كلهم ولا لا برايكم يلا نشوف يلا نشوف يا حلوين يلا نشوف يا اساطير ليتس جو ايفريبادي وينهم يا ترى
فكرت واحد مكمبر شباب. طبعا ما بعرف شباب بالعاده يعني بالعاده ما كنت العب بكريستيانو بس ما بعرف ليش رجعت حطيت كريستيانو. وينن 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 طلعوا لي يا ولد ويا طلعوا لي طلعوا لي يا حلوين طلعوا لي طلعوا لي طلعوا لي طلعوا لي. يا اخي حاسس انه راح انغدر شباب. اوه طلق سنايبر حلو اسطوره. صدقوني شباب حاسس انه راح انغدر. اوكي شباب راح ناخذ اللوت المنطاد. اوكي. يلا اكيد هلا في منه راح يجوا لهون. راح يجوا يلوتوا المنطاد اكيد 100%. وينهم؟ هات لنشوف. ايش هالمنطاد يا زلمه؟ ايش هالمنطاد تعبان؟ اوه ماي جاد اوه ماي جاد منطاد تعبان هذا اقسم بالله. منطاد عن جد تعبان. اول مره اشوف منطاد ما فيه شيء شباب. شو هذا؟ نضرب على الهواء خلينا نقول نفرجيهم مكاننا. في حدا متخبي هون؟ اقسم بالله شباب فكرت حدا متخبي على اليسار. وات از ذيس ذيس از ذيس وينون وينون لاست هير يا شباب. هل ما تهل يا ترى سوف احصل على البويا ام لا؟ هل يا ترى سوف احصل على البويا ام لا يا ساتر؟ ما رايكما؟ يلا قول لي سكين وصوري سابق سكين مشكلة. طبعا شو راح ارجع على البرازيل نشوف شو في البرازيل. اوكي اوكي فما والو. بتعرف راح اخذ اللانشر هذا الصغير. راح اخذ اللانشر الصغير شو ممكن يفيدني. شو رايكم؟ اوكي شو في عندي هون؟ عندي 14 اول عندي دقيقتين دم. راح استعمل اخذ هي كمان ممكن تنفعني. شو رايكم؟ يلا بدنا البويا يا اخي. هذول عم يجلدوا بعضهم يا اخي. يا عالي يا زلمه كيف بضرب عليهم عشان يجون ماك يحسون وين مكاننا. يلا اي موتور هل يا ترى في شيء هون؟ طبعا شباب الكل الناس يعني بتجي بتلوت واغلبهم بيجوا لوتوا بعدين بيرجعوا على البرازيل يعني. بدنا نشوف هل يا ترى ما في حدا ما في حدا. وينكم وينكم يا جميلين؟ يلا يا هاي واحد هاي واحد شباب هاي واحد. الله معك حبيبي الله معك الله معك الله معك الله معك حبيبي قلبي الله معك الله معك الله معك حبيبي الله معك. عيش وتاكل غيرك. هات نشوف في عنده. اوه الثلج اللي عنده شباب كم ثلج شباب؟ راح احاول اتجمع كل الثلجات. شوف كم ثلج صار عندي 26 ثلج شباب. خلينا نجيب الرادار. 26 ثلج يا اساطير 26 ثلج. هاي في واحد هون. تعال 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 يا جميل تعال 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 تعال. اوه في اثنين شو اسطوري كلين شباب اسطوري. وين صار هذا؟ عم يهرب عم يهرب عم يهرب قدامي امامي هو على حسب الرادار. ليكو ليكو ابلع هير شوت ابلع انت كمان. ايتامانو ايتامانو لا 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 لا. شو هيدا؟ حلو صار معنا 11 كل شباب. شو اسطوري. وين الباقي؟ وين وين وين؟ هات نروح ندوتهم شباب. جبنا الثلج بدنا نجمع اكبر عدد من الثلج. هات ننزل هذول 100 كيت ما يلزمونا. ها سبعه حلو بكفي. شباب شوفوا كم ثلج راح نجمع يا ترى يا ترى كم ثلج راح نجمع؟ 41 ثلج شباب 41 ثلج يا اساطير 41 ثلج 41 ثلج. لا يا اول اللي في واحد هون بالشارع هذا شكله على اليمين. الله معك قلبي الله معك حبيبي الله معك. يلا شباب باقي خمسه يا اساطير. شوف الثلجات اللي عندك. ليش ما تستعمل ثلجاتك؟ ليش ليش ليش؟ لا 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 لا. طبعا يا شباب واقف بخطر. 51 ثلج لحد الان. بدي اجمع الباقي بدي اجمع جيب كل ثلج. يلا هي صارت ثلج. يلا شباب 52 ثلج يا اساطير.
وال اقسم بالله شباب هي اول مره بتصير معي 52 تل يا شباب. مين كل عملها يا 52 تل يا شباب. يا الهي عن جد 52 تلجي؟ مستحيل شباب. 52 تلجي يعني رقم يعني هل 52 شباب يعني 52 تلجي يعني لازم اجيب البوي. ها ما اجيب البوي هذا يدل انه انا نوب صح ولا لا يا حلوين؟ شو هذا؟ قول لي والله التربات اللي نشر بس ما راح يلزموني اتركهم. هل هي تبنى روح على البحر هون على الساطئ؟ ساطئ شو يا الزلمة على الشاطئ؟ شوف هدول يمكن الصاد هدول جايين من البحر. ما في حدا جاي من هون؟ والله ما في حدا الظاهر. انت مانو والله ما في حدا يا اساطير. ما في حدا. يلا غير نطلع نكمل لفوق يا حلوين. يلا يا شباب هاي في واحد شفت واحد والله كانت راح هلا فيها هاي واحد هنا راح يجي هلا اكيد. ما في ناس عم يضرب بعضهم. يلا باقي ثلاثه يا اساطير باقي ثلاثه يا حبايبي باقي ثلاثه بدنا البويه. قول لي وينو هذا؟ وينو هذا؟ ها شفته تمام شوي وينه هذا؟ مشكلة حابب في وين ممكن حاجة شايف راح ننغدر. طيب الفيكتور شايل هلا معك شو بده الفيكتور؟ يلا 15 كيلو شباب 15 كيلو. وين هذا؟ سمعت صوت ضرب. ويلي مشغل كريستيانو وين؟ طول بالك جبناها شباب جبنا البوية اللوز حبيبي الكرام هيك بكون تابع قناة اليوم شباب ان شاء الله عجبتنا المقطع لا تنسوا حتى زر اللايك وتشاركوا حلقة الجاز يا احلى ناس وهيك جبنا 15 كيل عب حبايبي دبل سنايبر فقط لا غير. اذا عجبكم المقطع لايكات عشان بدكم نكمل بهذا السلسلة شباب فجروا ابو اللايكات يا سيدي بشوفكم على خير سلامات.